Welcome, hi guys, it's Ferris. It's Mason. And today we're opening Invention from Science Way. السلام عليكم عاملين ايه؟ النهاردة هنفتح لعبة جديدة من الألعاب المفيدة اللي بنجيبها عبارة عن تجارب علمية السن بتاعها من 8 سنين ل 80 سنة دي عبارة عن سلسلة علمية كلها تجارب جواها الكيت نفسها والمجموعة اللي هتعمل بيها التجارب وجواها كتيب بيبين لك الخطوات اللي انت تعملها وايه الحاجات اللي انت هتعملها هنشوف واحدة واحدة دلوقتي ودي جايب لك السلسلة اللي هي طالعة من الكتاب ده أو من المجموعة دهيت في عن الإضاءة في عن الكيمياء في عن الماجنت في حاجات كتير هنفتح دلوقتي ونشوف جواها ايه تدا 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 زي ما انتوا شايفين كده باي استنى نفتح جواها ايه لا استنى ذا لايت استنى هنشوف بس جواها ايه في مروحه في موتور او لايت في موتور في ماجنت في مغناطيس في حبه حاجات كده مسامير وحاجات وفي النور ده هوت اضاءه دي اضاءه ودي اضاءه برضه وفي هنا اسلاك في هنا سلك اللي هو الحديد ده هوت في الفلين ده هو في الخشب هنشوف دلوقتي استنى نحط الحاجات دي الاول هنشوف اول تجربه فارس اختار اللي هي دهيت كل واحده منهم مكتوبه اسمها التجربه ومكتوب الصفحه بتاعتها فهنشوف بتاعه الاضاءه دهيت صفحه 13 هنشوف اللي نحتاجه ايه ماشي هنحتاج الماتور ده هو وهنحتاج سلكين من دولت فك السلكين دول والخيط ده هوت واللي هي الإضاءة دهيت دي عاوزين دهيت والحاجات دي كلها بس فهنشوف دلوقتي هنعملها ازاي دلوقتي هو قايل انت الأسلاك اللي هي حمراء والزرقاء دهيت في مكان هنا والفتحة دهيت هندخلها فيها اهو زي كده وتربطها عليها اهو وبعدين الاطراف التانية منها هنوصلها هنا في مكان برضو هنا فتحة اهي الفتحة ديت هندخلها جواها استنى كده وصلناها من هنا وصلنا من هنا ومن هنا هنشوف بقى الخطوة اللي بعد كده ايه لا التك عليه من هنا يا فهد من هنا عشان النور يبان لا هنا كده ايوه كده بعدين بيقول بتجيب الخيط اللي هو اللي معاها ده او الحبل اللي معاها وهنمسكه هنا نمسك الحرف بتاعه كده ونلف الحرف الثاني على الحته الحديده اللي طالعه دي اللي هي المفروض هتلف الماتور الاسهل اللي انت تلفها عليها كده وتربطها ربطنا الرابطه هنا اهو وبعدين نلف لفات كتيره على قد ما نقدر هات اللمبه قدامك كده بس عشان نشوف هيحصل ايه وبعدين المفروض بقى نشد مره واحده المفروض تنور هنشوف هتحصل حاجه ولا لا مفيش حاجة حصلت احنا جربناها كذا مرة بس هي باين الإضاءة بتاعتها ضعيفة قوي فهي مش باينة قوي في الماتور دهيت يعني المفروض الماتور يلف فيطلع إضاءة من هنا فالماتور ضعيف عليها مش عارف هنجرب نوصلها بالبطارية نشوفها هتنور ولا لا واحدة على الناحية السالب وواحدة على الناحية الموجب هي نورت شايفين النور نور ضعيف قوي بس لما نطفي الاضاءه هنا كده ننور كده يا فاز خلاص سيب نورها طب سيبها اطفي كده عشان تبان النور حط نور خفيف جدا عشان كده مش باينه بالتانية فدلوقتي خلصنا من تجربه اللمبه
نشوف تجربة تانية. Let's do this one. عاوز انهو موتور ده ولا سبين موتور سبيننج موتور. هنشوف هنحتاج ايه فيها. دلوقتي هنبدأ التجربة التانية بتاعة الموتور. محتاجين فيها الفلينة دي والخشبة دي والسلكين الأحمر والأسود والسلك الحديد ده هو والماجنت واثنين من الكليبسات ده هما والحجارة والأستيك ده هو. وهنشوف دي بقى محتاجينها برضو في البتاع دي. هنشوف هنعمل ايه دلوقتي الأول. بس الآن عشان ملهول يعني هو سن 8 يعني سن فارس أصلا اللعبة دي. فدلوقتي لو انتوا فكتوا دي زي ما انا فكتها ما تفكوهاش، هي عاوزة تتربط ممكن، بس لو فكتوها عادي السلك ده هو بتلفه حوالين دهيج وتعمل الدايرة وايه وتسيب حتة من هنا وحتة من هنا عشان دي اللي هنعلقها بيها. بعد ما لفناها في نهاية بعد ما لفناها اهي بنسيب حتة من هنا وحتة من هنا. بعدين بنيجي على اللي هي الكليبسات دهيت بنفتحها، هي كانت كده اهي، هتفتحوا حته منها تخلوها واقفه كده وهنثبتها هنا بس مش تحت قوي. نحط دي بقى في النص بينهم. عشان تثبتها تقف شويه. وبعدين حط هنا دهيت دخلها في النص اهو زي ما انتوا شايفين اهي، حطينا دي هنا والحديده دهيت هنا. وبعد كده هنحط دي في النص هنا بينهم. لا وبعدين بنجيب السلكين الاحمر والاسود دولت هنربطهم واحده هنا نربط الناحيه الثانيه فيها دي هنربطهم ونرجع لكم تاني. دلوقتي احنا وصلنا اهو السلكين الناحيتين التانيين هنوصلهم بايه؟ بالحجارة. امسك التيب ده هنا الاستيك. هات بعدين نحط الاستيك عليها. دلوقتي حطينا السلكين هنا وحطينا عليهم الاستيك. بس كده بس خليهم ورا هنا كده نحط دي كده. استنى نلفها، المفروض نلف لفة. بصوا هي بتلف لوحدها اهو. دلوقتي انا غيرت البطارية، حطيت بطارية تانية عشان دي جديدة، التانية كانت قديمة شوية. وفي دهيت في خطوة اللي احنا لازم تقشر الحتة اللي هنا دهيت كده، بنقشر الحته دهيت كده ومن هنا دي كده تخليها على الاصفر ده، شايفين بقى لونها اصفر من هنا اهو، فتخلي السلك على الاصفر خالص عشان يبقى موصل، عشان يبقى موصل للكهرباء. يعني الطبقه اللي كانت عليه دي كانت طبقه عازله. دلوقتي بعد اهو حطيناها في النص بالظبط. لا ما تلمسهاش يا فاسيه، بتتحرك لوحديها. وبصوا المغناطيس مع الكهرباء اللي جايه من هنا والاسلاك واصله هنا. استنى استنى، هي بتبقى عاوزه عدله معينه، لازم الخطين دول يبقوا مستقيمين. بص 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 اهي، لازم الخطين دول يبقوا مستقيمين. سيبها بس، سيبها خليها تتحرك. استنى هي عشان بتتحرك من مكانها، دي بتتحرك من مكانها وتقف تاني. No, okay, if you trust your spot, it's just hot. Because it has energy, it tries to get it out. And makes it spin, but it cannot, I don't know. خلاص، لا هي بتتحرك هي. I know, but it's... بص بص بص. Oh my god, did you just see that? Really? دي من كتر ما انا عملت بس فيها فهي اتنت شويه. المفروض تبقى الاثنين دول مستقيمين عشان تعرف تلف. ودي فايدتها ايه يا فارس؟ ان الطاقه اللي هنا دي طاقه كهربائيه صح، وهنا مجال مغناطيسي حولوها لطاقه حركيه، بتحول من نوع طاقه لنوع تاني. ايه رايكم في اللعبه دي يا فارس؟ حلوه.
الكارت داية. ما هو اي عالم لازم بيشتغل كتير. ايوه بيشتغل كتير لغاية ما يوصل. ايوه فهي دي حلاوتها، اللي هو كده تقعد تجرب الحاجة لغاية ما تنجح فيها، ودي فيها تجارب كتير. احنا عملنا النهاردة تجربتين زي ما انتوا شفتوا اهو. انت باي على طول. عملنا تجربتين النهاردة فيها تجارب لسه كتير هنا، فان شاء الله نعملهم في فيديوهات تانية وتستفادوا معانا من اللعبة الحلوة دهيت. ويا ريت تجربوها وتجيبوها عندكم وتشتروها. من 80. وكده وصلنا لاخر الحلقة. Make sure to subscribe, like, and share. Bye! مع السلامة.